بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية، بحاجتنا لمعرفة العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. الليلة نبدأ من المختصر تحت عنوان صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة. وضع الشارح هذا السؤال يقول: ما الذي تعرفه عن معاني ما يلي من الآيات؟ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، قوله تعالى: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا هذه الصفات كما يعني تعلمون من الصفات الذاتية الفعلية. يقول في إجابته: في هذه الآيات إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة، فالعفو اسمه تعالى وصفته، يعني العفو هذا من أسمائه الحسنى الثابتة، والعفو يعني صفة من صفاته الذاتية الفعلية، ومعناه أي العفو المتجاوز عن خطيئات عباده إذا تابوا وأنابوا، أي بشرط، معناه المتجاوز عن خطيئات عباده إذا تابوا وأنابوا. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهو قريب من الغفور أي العفو، يقصد في المعنى يعني فيه صلة بين المعنيين، لكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر، يعني الغفران ستر الذنب على العبد، أما العفو فيدل على المحو بالكلية. نعم، وهو أبلغ. يقول: والمحو أبلغ من الستر، ولما كان أكمل العفو ما كان عن مقدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، قرن الله به أي العفو اسمه تعالى العفو واسمه تعالى القدير كما في هذه الآية: فإن الله كان عفوا قديرا، الآية التي معنا: فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من دابة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غارت الأرض بالسكان، يعني لولا أنه عفو لأخذ الناس وبالتالي لغارت الأرض بالسكان. ومن أسمائه تعالى القدير الذي لا يعجزه شيء، وتقدم الكلام عليه، وفي هذه الآية يعني ما يعني يلتقط منها الحث على العفو ومكارم الأخلاق، وفيها الحث على الصفح، وأن العفو سبب لعفو الله عن العبد، وكذلك الصفح، وأن الجزاء من جنس العمل، وفيها دليل على حلم الله وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، وفيها أيضا وإثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، وفيها رد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد لا فعل له، أي مجبر على أفعاله، أي مسير يعني.
وإنما ينسب إليه على جهة المجاز. وفي ختم الآية بهاتين الصفتين إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه، كأنه يقول هنا العفو مع القدير يدل على كمال العفو، لأنه عفو لا عن عجز ولا عن عدم قدرة، بل عفو عن قدرة كاملة. نعم. يقول إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه. وفيها أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى فلا أشرف ولا أحسن منها. يعني في الحقيقة يعني هو اختصر الإجابة في سرد هذه الصفات كما قلنا الذاتية الفعلية، والتي ينبغي لمن مر عليها كما هو يعني منهجنا في الوقوف عند هذه المعاني التربوية المهمة جدا ألا تمر علينا مرور الكرام. وإن كان الشيخ يعني عليه رحمة الله ذكر الفوائد ويعني الوقفات سريعا، غير أننا يعني نركز مرة أخرى على معنى المهم، يعني هو الغرض من دراسة الأسماء والصفات على الجملة، نصيبك من هذا الاسم أو من تلك الصفة، كيف تتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى مهم جدا، إذا كان حاضرا كان له أبلغ الأثر في يعني تربية نفسك وتأهيلها وتهذيبها وإعدادها لإعداد الأمثل. فينبغي حينما نمر على مثل هذه يعني الأسماء أو هذه الصفات ننظر إليها بعين الاعتبار ونقول ما هو نصيبي أنا من هذا الاسم مثلا العفو، أو من هذه الصفة صفة العفو، وخصوصا عند القدرة، وأنا العبد الفقير العاجز غالبا، وإلا فقدرتي محدودة، حتى وان بلغت ما بلغت في فترات حياتي في هذه الدنيا من الملك مثلا أو القوة أو السيطرة أو التمكن أو الإمكانيات، غير أنها بالنسبة لقدرة الله محدودة، فكيف أنا أتمنى أن أنال عفوه سبحانه وتعالى، يعني لا أحقق العفو الحقيقي في أرض الواقع مع قدرتي المحدودة. يعني أنا أتقرب الله عز وجل مثلا بأن أطبق هذه الصفة في أرض الواقع، بمعنى أن يكون لي حظا ونصيبا من العفو فأعفو، وخصوصا عند قدرتي المحدودة على من قدرته أيضا محدودة من البشر من أمثالي. فلذلك كما يقول هو هنا جزا الله خيرا، والجزاء من جنس العمل، فإن أردت أن يعفى عنك فلتبادر أنت بالعفو كما في الآية، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فإن كنت محبا لعفوه فلتعفو. وفي الأثر من عفى عفى الله عنه، إن تعفو أقرب للتقوى سبحان الله، والتقوى تجل لك العفو يعني كما في ثمراتها. ولذلك تاجر أنت مع الله وحقق العفو عن كل من ظلمك وتعدى عليك، أو يعني لك عليه مثلا حقوق، أو لك عنده مظلمة أو ما شابه ذلك، وأنت تقدر على ردها على أخذها على مثلا الانتقام كما في الحديث، استشعر من كظم غيظه قادر على أن يمضيه، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، عفوت مع قدرتك على الانتقام بإمكانياتك المحدودة على إمكانياته هو المحدودة أيضا، قد تكون عنده أقل منك، فجرب هذا المعنى، قالوا له لذة وله طعم وله حلاوة، وكثير من الناس قد لا يستشعر هذا إلا إذا طبقوا في أرض الواقع، أن يعني تعفو وأنت المتمكن وأنت القادر على خصمك وأنت الممسك به وهو الضعيف بين يديك. تخيل حينما تعفو لا شك إن كان لله ستستشعر حلاوة وطلاوة يعني في الحقيقة لا نظير لها. ولذلك يعني إذا أردت أن تتاجر مع الله عز وجل فجرب هذه يعني الصفة، وانظر إلى نفسك وما نصيبك منها في أرض الواقع، وقس هذا على سائر الصفات. مثلا المغفرة صفة من صفات الله عز وجل، كما أن الغفار وغافر وغفور من أسمائه سبحانه وتعالى على الخلاف المشهور بين أهل العلم. فهل لك نصيب من الغفر أنت تغفر لإخوانك، يعني تستر عليهم
ما يعني ارتكبوه في حقك على أقل تقدير يعني لا تؤاخذ به، هذا هو الغفران ستر. إن ارتقيت للعفو فهذا أكمل، لأن العفو كما قلنا أبلغ. العفو كما بين الشيخ هنا قال ليش عن العفو المحو الكلية، لكن الغفر أو الغفران هذا بمعنى الستر، يعني أنت تعلم أن لك عنده حق فأنت غفرت خلاص لا تؤاخذ به. لكن قد يبدو في نفسك شيء، قد تتذكر بعض يعني بعض الأوقات في بعض اللحظات في بعض الأماكن مثلا الجرم الذي فعل أو الذنب الذي فعل أو المظلمة التي فعل، فتتحرك في نفسك. الأجمل العفو، أنك تنساها تمحى من قلبك، تقول إيه ده قلبه أبيض بينسى خلاص انتهت القضية ما عاد يفكر فيه، فهذا معنى يعني راقي ومثالية. فأنت تحرص على هذه المعاني مع استشعاري، وهذا في الحقيقة يعني من 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 روعة ترتيب شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية حينما وضع صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة. تخيل واحدة تلو الأخرى، معنى راقي جدا، لأنه يريد أن يلفت نظرنا إلى أن العفو إذا كان عن قدرة كان أكمل وكان أجمل، وإلا قد يعفو البعض عن ضعف وعن عدم قدرة وتمكن من أخذ الحق، فهل هذا كالذي يعفو وهو قادر على أخذ حقه؟ لا شك أن الفرق كبير جدا جدا. ثم يعني فيها إشارة جميلة جدا لما وضع صفة الرحمة هنا، مع أننا تكلمنا عن الرحمة فيما مضى، لكن انظر كأنه يريد أن يلفت نظرك لمعنى جميل جدا من الآيات التي انتقاها في هذا الباب، فيقول إن عفوت وعن قدرة انظر لا شك أنك على مقربة من رحمة الله عز وجل، وإلا فاستشعر أن الله تبارك وتعالى قدير أو على كل شيء قدير، وقدرة بلا حدود، له كمال القدرة سبحانه وتعالى. فكأنه يقول للإنسان إذا استشعر كمال القدرة لا شك أنها تدخل إليه الخشية والخوف والحيطة والحذر، وبالتالي يعني يقارن بين قدرته المحدودة وبين قدرة المولى تبارك وتعالى. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم غيرك فتذكر قدرة الله عليك كما يقولون في الحكمة المشهورة. فانظر لهذا المعنى بعين الاعتبار، وحاول أن تطبق هذا المعنى أولا مع أهلك وذويك، مع أسرتك إذا كان زوجة أبناء، مع الوالدين، مع الأرحام، مع الجيران، مع الزملاء، مع باقي إخوانك من المسلمين، حتى مع غيرهم إن استطعت، أن يكون لك نصيب من هذه المعاني فرض الواقع. تغفر، تستر، إن ارتقيت إلى العفو ليكون محوا فهذا أجمل، إن استشعرت عظيم قدرة الله عز وجل والحاجة إلى رحمته دعاك هذا إلى الانكسار بين يديه والعمل بهذا المعنى العظيم. نعم. يقول صفة العزة، صفة العزة وضع لها يعني هذا السؤال، ما الذي تفهمه عن معاني ما يلي من الآيات الكريمات؟ ولله العزة ولرسوله، قوله أيضا عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قوله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ثم يقول واذكر ما في ذلك من تقاسيم، يعني في العزة وما يرتبط بهذا المعنى. يقول تضمنت هذه الآيات إثبات صفة العزة وهي من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية كما يعني مر بنا، التي لا تنفك عن الله، وهي تنقسم، أي صفة العزة وهي تنقسم ثلاثة أقسام: عزة القوة، يعني عزيز بقوته التي لا حدود لها والتي له الكمال منها، الدال عليها من أسمائه القوي المتين يعني كاستشهاد، وعزة الامتناع فإنه الغني فلا يحتاج إلى أحد، غني بنفسه مستغني عن غيره سبحانه وتعالى. يقول ولن يبلغ العباد ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه، وعزة القهر النوع الثالث
والغلبة لكل الكائنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذو السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. يعني إذن واستنبط أن العزة تنقسم ثلاث أقسام من كلام ابن القيم عليه رحمة الله: عزة القوة، وهذه يستدل لها بقوله تعالى إن ربك هو القوي، إن ربك هو القوي العزيز. نعم، عزة الامتناع يستدل عليها بأنه سبحانه وتعالى يعني غني بنفسه مستغني عن غيره، فلا يبلغ ضره ولن يصل إليه بحال. عزة القهر يستشهد لها بإيش؟ فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. نعم، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. نعم، يقول: ومما يؤخذ من قوله: فبعزتك جواز الحلف بالعزة التي هي وصفه سبحانه وتعالى. يقول يعني يقصد يؤخذ من الآية من قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين عن إبليس كما أشرنا، جواز الحلف بالعزة التي هي صفة الله وغيرها من الصفات مثلها. كأنه يشير إلى جواز الحلف بصفات الله جميعا التي أثبتها لنفسه في كتابه، والتي أثبتها له نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. صفة العزة هنا الدليل: فبعزتك لأغوينهم، هذا قسم، وورد بصيغة الإقرار، يعني كأنه إقرار لم يبين أنه مخالف، وإلا فالسكوت عن بيان مخالفته دليل على إقراره، يعني لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقنا، فضلا عن نبينا، فضلا عن رب العزة تبارك وتعالى. أيضا توجد أدلة أخرى كثيرة لجواز الحلف بعزة الله عز وجل، كحديث جبريل الصحيح لما خلق الله النار وقال: انطلق فانظر إليها، فلما نظر إليها وعاد قال: وماذا رأيت؟ قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وكرر القسم في المرة الثانية، وفي أيضا في النظر للجنة في المرة الأولى وفي الثانية يقسم: وبعزتك وجلالك لا يسمع بها، إلى آخره. فهذا دليل على الجواز. نعم، والعزة يقول ثانيا أن صفات الله عز وجل غير مخلوقة، لأن الحلف بالمخلوق شرك. يعني هذا في إشارة جميلة يعني لجواز الحلف بها كدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثبت في القرآن عن جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسأل المولى عز وجل بعزته، فلو كانت مخلوقة هنا لما يعني سأل بها صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: والعزة تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما في الآية الثانية التي أشرنا إليها، وكما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته. هنا يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله إذن التي هي صفته، لأنه لا يعوذ بمخلوق، لأن من العزة ما هو مخلوق كما سنبين. والقسم الثاني من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، كما قلنا إضافة تشريف زي إيش؟ كبيت الله، كناقة الله، إلى آخره كما أشرنا. لا شك أن الحديث في صفة العزة في الحقيقة فيه معاني تربوية مهمة جدا، نحتاج إلى أن نلقي إليها نظرة لنتعلم، لأننا نستشعر أن القرآن اهتم باسمه العزيز، واهتم أيضا بصفته هذه لما فيها من النفع في التربية والتأهيل والإعداد. نعم، فنقول العزة كما قلنا من الصفات الذاتية الفعلية، ومن أسمائه العزيز سبحانه وتعالى، وبمعرفة معناه واهتمام القرآن به وما قرن به من أسماء أخرى تعرف يعني أهمية الوقوف عند هذه الصفة والنظر إليها. ورد اسم العزيز في القرآن أكثر من 90 مرة،
تحديدا تقريبا حوالي 92 مرة، حوالي 92 مرة ورد هذا الاسم. باختصار نقول من ذلك: واعلم أن الله عزيز حكيم، أيضا والله عزيز ذو انتقام، وإن ربك له العزيز العليم، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ذلك تقدير العزيز العليم، إن ربك هو القوي العزيز، إن الله عزيز غفور. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يعني هذه مجموعة من الآيات التي تشير إلى هذا الاسم العظيم. معنى العزيز لنتقرب إلى الصفة لنعرف يعني عنها الكثير لنحسن التعبد بها إلى الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير: العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. قال القرطبي: العزيز هو المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. قال ابن كيسان: والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء. انظر إلى معنى الاسم لتصل إلى المراد من المعنى التربوي. قال الكسائي: والعزيز هو الغالب سبحانه وتعالى. وقيل: العزيز الذي لا مثل له ولا نظير. عزيز فريد، يعني لا مثل له ولا نظير. نعم. وقيل: العزيز هو المتفرد بالعزة، ويقال المصدر العزة. لطيفة جميلة جدا لندخل إلى الموضوع، لكمال عزته سبحانه وتعالى ويعني عظمتها، ربطها بأسمائه الآتية، ربطها بالحكيم يعني بصفة الحكمة، والعليم والحميد سبحان الله، والغفور والغفار، وربطها بالقوي، وربطها بيعني معاني كثيرة لا شك يعني فيها لفتة. يعني مثلا ربط اسمه العزيز بالحكيم ورد في القرآن 45 مرة. العزيز الحكيم ورد في القرآن 45 مرة، سبحان الله. يعني كأنها تقول لنا هذه الآيات أن هذه العزة بحكمة، ليس فيها يعني ما قد يتبادر للذهن من مثلا عزة بعض الجبابرة مثلا ومتكبرين وما شابه ذلك. لا، هذه عزة مربوطة بحكمة، مربوطة بعلم، مربوطة برحمة العزيز الرحيم، مربوطة يعني حمده عليها، لأنك قد ترى من انتقام العزيز فيحمد على انتقامه من المتكبرين والمتجبرين، مربوطة بالرحمة. يعني عزة مربوطة برحمة، عزة مربوطة بقوة، عزة مربوطة بقدرة، شيء يعني فعلا ملفت الأنظار من لطائف النظر في هذا المعنى. نصل إلى يعني أننا نقول أن هذه العزة له منها الكمال المطلق سبحانه وتعالى الذي يليق بجلاله، نثبتها كما أثبتها لنفسه، كما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير إعمال عقولنا، فلا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، ونقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك نصل إلى المعنى المراد من هذه الوقفة التربوية. نقول: نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى هو المصدر الوحيد للعزة، من خلال معرفة اسمه العزيز هو المصدر الوحيد للعزة. ولذلك تأمل: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. سبحان الله، العزة التي هي صفته هذه أشرنا إليها وانتهى الكلام فيها، والعزة المخلوقة التي يمن بها على من شاء متى شاء كيف شاء، هذه كلها له وحده سبحانه وتعالى وليست لأحد سواه، إذن هو المصدر الوحيد لها. نعم، كما يعني أشرنا لابد أن نقف عند هذا المعنى منتبهين. بيّن سبحانه وتعالى لنا في كتابه طريق الحصول عليها لمن أرادها، يعني أولا بينه المصدر الوحيد لها، ثم أشار إلى يعني كيفية الحصول عليها، ليس لها طرق، إنما هو طريق واحد واضح وجلي أشار إليه سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. سبحان الله، يعني أنت تريد أن تكون عزيز،
وأن يعني تتشرف بأن توهب قدر من العزة لتحيا به عزيزا في الدنيا، فاعلم أن لا مصدر لذلك إلا الله تبارك وتعالى، لكونها بيده وحده سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء متى شاء كيف شاء، كما في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إيش وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، سبحانه وتعالى بيده الأمر، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني تأمل بين لحظة وأخرى، ينتقل العبد من عز إلى ذل أو من ذل إلى عز، إن الله على كل شيء قدير، وليس ببعيد عنا ما جرى لحكام المسلمين في عصرنا ونحن نشاهد ونعاين، كانوا أعز في وسط الناس يقومون بإذلال الناس ببطانتهم وبما أوتوا من قوة وإمكانيات، فإذا بهم يعني يشربون من كأس المذلة، من كأس المذلة والهوان والانكسار، ويعني ينقلبوا من أعزاء إلى أذلاء بهذه الصورة التي تدمي القلوب. سبحان الله، تعز من تشاء وتذل من تشاء بين لحظة وأخرى، إن الله على كل شيء قدير. نعم، ولذلك تجد في القرآن لفتة جميلة جدا جدا فيها معاني تربوية، ولعلها يعني حقيقة موجودة في واقعنا الآن نلمسها بوضوح وبجلاء. يعني فضح تبارك وتعالى أهل النفاق الذين ينشدون العزة من غير مصدرها الوحيد، باللجوء للشرق أو للغرب، يعني الانكسار والمذلة والهوان، بالتملق، بالتفريط، بالتنازل، يعني البعد عن القرآن وعن السنة، بالجري وراء الرايات المرفوعة العلمية التي تعرفونها كالليبرالية والديمقراطية والعلمانية أو الاشتراكية أو الرأسمالية إلى آخر هذه الرايات المعروفة. لما تسأل لماذا، يقول نحن نريد أن نعيش أعزاء في حرية وإلى آخره، يقلدون الغرب أو الشرق. نقول هؤلاء فضحوا في القرآن منذ الزمن الأول وإلى الآن هم يعني يوجدون الآن يطالبون بهذه المعاني، ففضحهم تبارك وتعالى بقوله كما في كتابه: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، إيش تريدون من الغرب أو من الشرق، ماذا تريدون؟ يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. هؤلاء لا يفهمون الحقيقة، يعني يطلبون العزة من الغرب، من الشرق، من الأمريكان، من غيرهم، هؤلاء واهمون. ولذلك سبحان الله يعاملون بنقيض قصدهم. هتقول لي إزاي؟ أقول لك الواقع يشهد، آيات بينات واضحات تتكلم في أرض الواقع. الذين طلبوا العزة من غير مصدرها الشرعي وأبوا أن يقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أو أن يقبلوا على الإسلام، أو حتى يا رجل قل يجربوا الإسلام، أبوا وعاندوا وحاربوا عشرات السنين. تخيل، يطلبون العزة بالتملق والتنازل والتفريط، باللجوء للغرب أو للشرق. سبحان الله، يعاملون بنقيض قصدهم. يأبى الله عز وجل إلا أن يذلوا، وإلا وأن يهانوا، إلا وأن يشربوا من الكأس. وبماذا؟ ويكون أول من يتنكر لهم، وأول من يعني يغدر بهم من هم الذين تملقوا لهم سنين طوال. مش ده اللي حصل؟ سبوه وباعوهم وتنكروا لهم، بل كانوا طالبونهم أن يتركوا الحكم لينزلوا إلى يعني المذلة والانكسار والهوان، لأنهم ما عادوا يعني يجدون معهم، ليس فيهم نفع أكثر من ذلك. فهذه عقوبة الله عز وجل، عقوبة يعني في الحقيقة في واقعنا تتحدث وتشير إلى هذا المعنى. نقول: إن شئت تأمل في آثار عزته سبحانه وتعالى كيف أخذ من زعمها. من زعمها لا شك أن الله تبارك وتعالى لا يتركه أبدا، حتى وإن تظاهر بها لفترات، غير أنه مأخوذ، وهذا لا نشك فيه أبدا، كما في الحديث القدسي: العز إيش إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته، في رواية أخذته ولا أبالي. الشاهد يعني هذه منازعة لله عز وجل،
هم يحاولون بذلك حين يطلبونها من غير مصدرها المنازعة، وبالتالي يؤخذون ويعذبون. وأي تعذيب أكبر مما جرى لهم، تعذيب معنوي رهيب في الحقيقة، اللي حصل له اكتئاب، واللي نفسيته تعبت، واللي مات كمدا، إلى آخر المعاني المعروفة من هؤلاء ومن غيرهم. وقد تفضل علينا سبحانه وتعالى يعني ببيان معنى مهم ما أحوجنا إليه، ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار حتى يعني نسعى لتحقيق نصيبنا من هذه العزة والحصول عليها، لنحيا أعزاء في الفترة التي قطعت لنا في هذه الدنيا. فبين لنا تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أنهي عزة هذه التي يشير إليها لرسوله وللمؤمنين؟ العزة المخلوقة التي هي بفضله وجوده وكرمه، تن بها على أنبيائه ورسله وعلى أتباعهم كما في هذه الآية: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إيش معنى العزة لرسوله؟ قالوا: بظهوره. هذه عزة له. ولقد كفيناك المستهزئين، الله يدافع عن الذين أمنوا. انظر، القضية توحي بمعنى عظيم جدا أن العزة التي جعلت لرسوله هو أن يظهر على هؤلاء جميعا، كما قالها لزيد: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. طيب، والعزة التي للمؤمنين؟ قالوا: بنصرتهم ولو بعد حين. يعني معنى في الحقيقة في منتهى الجمال والروعة، أنك لو استشعرت المعنى أنك كمؤمن لابد أن تكون عزيز، حتى لو كنت فقيرا، حتى لو كنت ضعيفا، حتى لو كنت محارب، حتى لو كنت مطارد، فأنت عزيز. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فبإيمانك أنت عزيز، وبالتالي إياك أن يعني تتأثر، فأنت أعلى وأجل. ولذلك نصل إلى المعنى التربوي المقصود من هذه المقدمة السريعة، نقول: جعل تبارك وتعالى بالحصول على العزة المخلوقة منه التي يمتن بها على عباده يعني أبوابا وطرقا، فمن ولجها أعطي العزة بفضل الله تبارك وتعالى وعاش عزيزا. ولذلك نذكرها باختصار شديد، منها ترسيخ الإيمان في قلبك، فعلى قدر نصيبك من الإيمان يكون لك من العزة نصيب. يعني شوف، راجع معاني الإيمان في قلبك، كلما كان إيمانك قويا، كلما يعني انتقلت من أصول الإيمان للكمال الواجب للكمال المستحب، كلما ازداد نصيبك من العزة. والدليل الآية التي بين أيدينا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فحقق الإيمان لترتقي بنصيبك من العزة. ثانيا، من أعظم أسباب الحصول على العزة في هذه الدنيا أن تدخل في الإسلام كله، بمعنى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خش في الإسلام دخولا صحيحا كليا، دخولا مميزا، فتقبل كل الإسلام وتؤسلم حياتك بهذا الدين، ستعيش عزيزا رغما عن أنف الدنيا بأسرها. فاكرين طبعا سيدنا عمر لما ذهب لفتح بيت المقدس، على اختلاف الروايات، أي الكلام جميل جدا، في رواية ما شاء الله رائعة في ألفاظها جميلة أنقلها بحرفها، يقول فيها لأبي عبيدة لما طلب منه الطلب المعروف، يقول: إنكم، أي معاشر الصحابة ومعاشر المسلمين، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام. شوف، الإسلام عز، مجرد الدخول في الإسلام عز، وعز حقيقي لا نظير له. فعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره أذلكم الله. مش ممكن تعز من غير الإسلام. طيب إيش الإسلام؟ الاستسلام والخضوع والانقياد لله والرسول ظاهرا وباطنا، في الأقوال والأفعال، في السر وفي العلن، في الرضا وفي الغضب، في السفر وفي الحاضر، في السر وفي الضراء، في الليل وفي النهار، في الحرب وفي السلم، في الصحة وفي السقم، كل أحوال أنت تؤسلم حياتك. لذلك ستكون عزيز، حتى لو كنت فقير، ضعيف، محبوس، معذب، أيضا أنت عزيز بإيمانك، بإسلامك الوجه لله تبارك وتعالى. في أثر رائع جدا جدا يروى عن بلال رضي الله عنه وارضاه، وعن أخ له يعني كان عبدا وأعتق
في الفتوحات كان في بلاد الشام، فذهب إلى أسرة عريقة جدا من أسر الشام ليخطب له ولأخيه. فطبعا الخاطب هذا يعرف بنفسه طبيعي، فدخل طبعا معروف زي ما يقولوا عندنا في المثل غني عن التعريف سيدنا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس في المجلس وعرف بنفسه وبأخيه: لقد كنا ذليلين فعزنا الله بالإسلام. من جملة الخطبة يعني التي تقدم بها، لقد كنا، هو يحكي عن أخيه، لقد كنا ذليلين فعزنا الله بالإسلام. يعني تخيل المشهد، يعرف فلان الإسلام عز، الإسلام عز وما يعني بعده عز. نعم، أيضا من مصادر الحصول على العزة الإقبال على القرآن الكريم، قراءة وحفظ وتدبر وعمل ودعوة، إقبال يعني تنم عن عظيم الاعتقاد في عظيم هذا الكتاب المبارك الذي يعني فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، من هذا القرآن يهدي التي يقوم. هذا من أعظم مصادر العزة لأنه كتاب عزيز. اسمع إلى القرآن كما بين تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال قتادة في تعليق على هذه الآية كلمة رائعة جميلة: أعزه الله لأنه كلامه عزيز. القرآن اسمع: وكلامه عزيز محكم. وقالوا: إذا أردت العزة فأقبل عليه وصلك إليها من أقصر طرقها. سبحان الله، تجد هذا المعنى واضح جدا. يعني سيدنا عمر كان يقدم على سائر الصحابة مثلا بعض الموالي لحفظه للقرآن لكتاب الله، وكان يقول بين أصحابه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما عزة ويذل به. يا سبحان الأمر عجيب جدا. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراده معا فعليه بالقرآن. القرآن فعلا يرفعك، أمر عجيب جدا، مصدر عزة لا نظير له. مع الإخلاص سيوصلك إلى العزة التي تنجو بها عند الله عز وجل. أيضا لطيفة، نقول قلنا أن الإيمان من مصادر العزة، الإسلام من مصادر العزة، القرآن من مصادر العزة، وهذه الثلاثة إيمان وإسلام بالمنهج الذي هو القرآن إذا طبقت كانت طريقك إلى تحقيق الطاعة. الطاعة أي الاستسلام والخضوع لله عز وجل، عمل الصالحات بفرضها وبنفلها، الحرص على الطاعات، وهذا من أعظم أسباب الحصول على العزة. كما يقولون: العزة في طاعة الله. مش مشهورة هذه الكلمة؟ كلمة حق. العزة فعلا في طاعة الله، يعني إذا أطعته أعزك. نعم، يقولون أيضا: الطاعة إعزاز والمعصية إذلال، والعياذ بالله تعالى. يعني الذي عنده إيمان دخل في الإسلام دخولا صحيحا، أقبل على القرآن، لابد أن يقول على الطاعة. إذا أقبل على الطاعة رفعته وعزته، وإذا ترك هذه المعاني وقع في المعصية أذلته، والعياذ بالله تعالى. قال بعض السلف: إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله. سبحان الله، مهما يعني طلبوها عند الملوك، عند الحكام، عند الوجهاء، في الحقيقة لا يجدونها، لأنها أمور محدودة، وإن رفعوهم للحظات، لأيام، لسنوات، إيش النتيجة؟ كالبطانة التي كانت يعني تتزلف ويعني تفرط وتقوم بظلم البلاد والعباد طلبا للعزة الموهومة أو المؤقتة، إيش كانت النتيجة؟ وضعوا في السجون. لا، البطانة بأكملها موجودة في السجون في ذلة وانكسار، وهم الذين كانوا يعني يظهرون غير ذلك للناس. قال علي بن الحسين عليه رحمة الله كلمة رائعة في هذا الباب، يقول: من أراد عزا بلا عشيرة، عايز يبقى عزيز بدون حتى يعني عيلة مثلا ولا قبيلة ولا أهل ولا عشيرة، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، يبقى لك هيبة في وسط الدنيا كلها ما عندكش لا حكم ولا حاجة، هيبة بلا سلطان وغنى بلا مال، فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. كلمات من مشكات النبوة، جده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
وإلا كما هو معلوم فبسبب المعصية وترك الطاعة تكون المذلة والهزيمة والصغار، كما في الحديث جعل الصغار على من خالف أمره، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، هذه معاني معروفة الحديث، إلا سلط الله عليكم ذلا لما يفعل كذا وكذا وكذا، إلا سلط الله عليكم ذلا ليرفع عنكم حتى في رواية تراجعوا دينكم أو ترجعوا إلى دينكم. نعم، من مصادر يعني العزة أيضا أو أسباب الحصول على العزة الدعاء والتضرع، لكونه كما قلنا يهبه لمن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، إذن هي بيده. إذن حينما نعرف ذلك نتقرب إليه بالدعاء والتضرع والانكسار والتذلل، نطلب منه هذه العزة كما ثبت في الأثر: اللهم عزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، كما ثبت في الأثر: يا عزيز أعز الإسلام وأهله. وفي الحديث المشهور حديث دعاء الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، فيه وهو الشاهد إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، بمفهوم المخالفة، إذن لا يذل من وليت إذن هو عزيز، ولا يعز من عديت إذن هو ذليل، إذن عليك أن تلوذ بجناب الله عز وجل. أيضا من أسباب تحصيلها العفو والتواضع فيما بيننا، سبحان الله نصيبك من العز زي ما قلنا في صفة العفو والمغفرة والرحمة إلى آخره، اجعل لنفسك نصيب من العفو تلج إلى العزة بإذن الله تبارك وتعالى، كما في الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، الله أكبر. نعم، وما تواضع أحد الله إلا رفعه الله. تعبد إلى الله تبارك وتعالى بها، متضرعا بها، عائدا بها، لأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهذا مما يعني تطبقه أنت في أرض الواقع، كما ثبت في الحديث: أعوذ بعزتك، دي المخلوقة ولا التي هي صفة من صفاته؟ صفة من صفاته: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. ممكن تستشفي به، وهذا أمر جميل جدا التي هي صفته، كما حديث الرجل الذي جاء يشتكي من وجع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الوجع وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. في رواية: قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 7 مرات، فتعوذ بالله عز وجل وتستشفي بها، وهذا من المعاني المهمة التي أنت في أمس الحاجة إليها. إذن إخواني، الآن نصل إلى المعنى والهدف من ذكر هذه الإشارات السريعة لصفة العزة، أننا في الحقيقة فعلا نحتاج إلى أن نقف عند هذه الصفة ونقول، ونحن في هذه الغربة والفتن من حولنا كثيرة والباطل بهذه الصورة من المكر والكيد والحرب لدين الله عز وجل ولأوليائه، نحتاج إلى يعني أن نلوذ بجناب الله وأن نطلب منه سبحانه وتعالى، حتى ولو سألنا بصفته بصفة العزة، أن يمن علينا بالعزة المخلوقة التي هبة ورحمة منه، لنكون أعزاء في هذه الدنيا، فلا يعني نذل ولا نركن ولا نخاف ولا نفرط، لأننا فعلا حينما نستشعر العزة سنرتقي فوق الباطل وفوق يعني السفاسف وفوق الدنيا، ونكون أقوياء بفضل الله تبارك وتعالى، ننظر بشموخ وعزة كما يقولون لهذه الأمور، فلا تؤثر فينا من قريب ولا من بعيد. الصحابة كانوا يستشعرون هذا المعنى، وكانوا من منطلق يظهرون هذه العزة، وهذا ليس من الكبر ولا من القلاء، ولكن من الشعور بمعاني الركون إلى ركن ركين، إلى القوي العزيز أو العزيز القوي سبحانه وتعالى، ليكون هذا عونا لنا على الوقوف وجه الباطل. فاكرين حديث ربعي رضي الله عنه ورضاه بن عامر لما دخل على رستم في عقر داره وفي وسط بطانته، يعني متهجنا مستغربا، يقول: من أنتم؟ من أين أتيتم؟ ماذا تريدون؟ إيش يقول ربعي؟ يقول: بعزة المؤمن إن الله ابتعثنا
سبحان الله، لم يكن نبي ولا رسول، لكن يسير على ضرب النبي والرسول. إن الله ابتعثنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى يعني ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلى آخر المعاني. فالشاهد تكلم بعزة، تكلم بعزة المؤمن، المؤمن يا أخواني قوي لا يخشى الله عز وجل. فهذه العزة ستجعلنا نقدر على الوقوف وعلى الثبات وعلى الاستمرارية وعلى المواصلة بإذن الله تبارك وتعالى. كم مضى من الوقت؟ 44 دقيقة. أنا أستسمحكم، عندي حالة وفاة، يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.